خيرة على عملية المدرب، أنه المدرب يكون باش يتعامل مع الفريق الوطني يمكن نقص شوية مع نادي صفاقس، بنقول معناتها يمكن فشل نادي صفاقس في المسابقة هذه، لكن الحمد لله معناتها ظهر العكس وهذا كما قلنا بروفيسيونيل فاد الفريق الوطني في مباراة كبيرة، وشفنا اللي هو خلى بسمات في وقت وجود نادي صفاقس هذا كيف كيف موجود وموجود معناتها يلعب في العادة حاضر وجاهز، واليوم انتصرنا للدور النهائي وان شاء الله على الاقل النكسه اللي صارت البارح للفريق التونسي اللي هو خرج من مسابقه رابطه الابطال، ان شاء الله النادي الصفاقسي ان شاء الله على الاقل لقب كان الفوز القادم نجم يكون في تونس، ان شاء الله على الاقل لقب كنا نكون في تونس بالنهائي مع